جديد، أهلا بكم مشاهدينا. انطلقت بمحافظة الداير بمنطقة جازان النسخة 7 من مهرجان البن بمشاركة أكثر من 100 مزارع، ويفتح المهرجان أمام أهالي المنطقة آفاقا جديدة لتسويق منتجاتهم من البن، كما يشجع المستثمرين على التوسع في زراعة شجرة البن والاستثمار في منتجها ذي الجودة العالية. نتابع. أجود وأغلى أنواع البن في العالم تنتجه جبال الداير عاصمة البن في جنوب السعودية. يبلغ إنتاجها سنوياً أكثر من 500 طن تزرع فوق الجبال. الحمد لله الآن وصل حتى تقييم البن الخولاني في جازان من يوازي مثيلاتها في أمريكا الجنوبية تقريباً. احتفت محافظة الداير بمهرجان البن في نسخته 7، حيث تحظى شجرة البن بمكانة فريدة لدى أهالي المنطقة. من فترة يعني قبل المهرجان، يعني يمكن هذه السنة 7، من قبلها مزارعين تاركي مزارعها مبتعدين عن زراعة البن، مهملين المدرجات بشكل عام، لكن المهرجان خلى الناس تعود للزراعة، تهتم بزراعة البن. هناك يعني فعلا مردود اقتصادي جيد على المزارع من خلال تسويق المنتج في هذا المهرجان. تمتلك الداير فرصا استثمارية واعدة في مجال زراعة البن، حيث تضاعف عدد المزارعين بنسبة 34% خلال هذا العام، وزادت كمية الإنتاج عن العام الماضي بنسبة 48%. لهذا وجب الاحتفاء بمردود هذه الزراعة على تنمية الإنسان والمكان. من محافظة الداير جنوب السعودية، محمد الرزقي، MBC.